تاخدش وقت. تعرف يا شيف حسن عشان الست تخلي جوزها يوافق انها تشتغل تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل له دونتس على شكل قلوب. فكره فكره فكره. فراوله جواها وتحط على ما بقى لا لما بوسينا حبيبتك بعد ما كلت اعترفت. اعترفت بايه؟ ان هي ما عندهاش مانع. انا قلت ايه؟ خلي بالك بوسينا قبل الفاصل غير بوسينا بعد الفاصل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى انت فهمتني غلط ولا ايه؟ ماليش دعوه. بتقول لا ايه انت في ايه ده تاريخ الشهوة. انت قلت للمشاهدين بتوعنا التصريح النار بتاعك بمزاجها. ايوه ما قلناش لا مش غصب مش السيد مش لا غصب لا لا مش ما قلناش كده بمزاجها تعبت وعشرات انت قلتي الست مكانها بيتها تعبت واشتغلت 15 سنين وعايزه تقعد في البيت تقعد في البيت ترتاح عادي ماشي جالها مزاج تاني تنزل تشتغل تاني لقيته ان هو مهملها او مش فاضلها تنزل هي حره قرارها. كل اللي انت بتقوليه دي صح 100%. بصوا اقنعته لكم. ايوه سجل يا تاريخ قال لك كل اللي انت بتقوليه صح يا مليون في المية. يا لميس هو احنا قلنا الست تقعد في البيت وما تشتغلش؟ لا ما قلناش. قلت هو مع عادي شغل الست ودعمها. قال ايوه سي السيد في الاول. ايوه في البيت انا في البيت انا سي السيد في البيت وكلامي هو اللي هيمشي. تامر حسني يعني اكبر تحيه للاستاذ حبيبنا تامر طبعا تيمور. بص يا حسني ده بعد ما طلع عامل ازاي والخط اهو عندك في النص. تيمور مين؟ ما هو بمناسبة تيمور تامر تمام يعني على الخط. وشفيقة بقول لك ايه؟ شيف انا مركز قدامي زيت بيغلي قدامي زيت بيغلي يعني عايز ايه يا ابو سيد؟ هو انت اللي ماسكه يعني بتغليه؟ ما هو بيغلي ايدي عليا ايدي عليا انا بحط ايدي في الزيت خدي بالك. ده بقول لك ايه؟ انا انت ايه؟ انا بعد كده لما تضايقني حطيت لك الزيت اللي بيغلي. بص الخط يا حسني اهو